لقد كشفت عن وجه ماشا. شو كشفت عن وجه ماشا؟ يا الله ماشا حبيبتي ماشا، الحمد لله اني لقيناك. What do you want from me bear؟ ماشا لا اريد ان اسمع صوتك والا اذيت ايمن. اوكي مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو الأخبار؟ معكم أيمن تيوبر ورحمة تيوبر. واليوم يا جماعة صار معنا أشياء كثير غريبة. بالحلقة الماضية يا جماعة طلعنا أنا وعبد الله علشان ندور على ماشا وعلى درع اليوتيوب، ولكن الدب كان عامل فخ وبنشر عجال السيارة، واضطريت يا جماعة أنه أطلع أنا ورحمة بالسيارة الثانية. تمام، طبعا أنا مش عارف إيش اللي قاعد يصير، ما بدنا نطول عليكم، ما بدنا نحرق عليكم المقطع. يلا تعالوا معنا. يلا يلا يا رحمة أطلع، يطلع يطلع يا جماعة، بدنا ندور على ماشا. يا الله، أوف. في أصوات غريبة يا جماعة، رحمة في صوت غريب. طيب يا جماعة خلونا نروح ندور على ماشا. طبعا أنا ضيعت الخريطة، بس حكالي عبد الله وين الموقع. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أن نلاقي ماشا ونلاقي الدب ونأخذ الدرع. تمام يا جماعة، لازم اليوم نكشف عن وجه ماشا. اليوم يا جماعة لا، بدنا نكشف عن وجه الدب. اليوم بدي أكشف عن وجه الدب اليوم إن شاء الله. في شيء، في صوت حدا بيضحك غريب يا أيمن. لا 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 الله يا جماعة، أقسم بالله الموضوع مش عارف شو هو. المهم يلا خلونا نروح على ماشا. يلا الكل يعمل لايك علشان الدب يضعف. إذا الدب ما ضعف ما كان يساعدنا إنه نلاقي الدب إلا ماشا. كانت صح، تشم ريحة ماشا العسل. هي اللي كانت تشم ريحة العسل وهي اللي كانت تلاقي الدب، لكن للأسف ماشا مخطوفة من الدب وإحنا ما بنعرف وينها. كأني سمعت صوت ماشا يا رحمة، يمكن يتهيأ لنا لأنه اشتقنا لها. يلا خلونا نمشي. يلا 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 بسم الله. يلا يا رحمة يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة احنا رايحين ندور على ماشا، ادعوا لنا بالتعليقات واكتبوا بالتعليقات الله يحميكم يا ايمن ورحمة. تمام يلا سي سي سي. يلا 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 يا رب ان نلاقيها يا الله. طبعا السيارة بطيئة مش عارف ليش، حاسة ثقيلة يا جماعة وكأنه معانا حدا، يعني مع انه ما في حدا بالسيارة الا انا ورحمة. صوت في صوت حدا رحمة. السيارة ثقيلة، انت حاطة اشي بالصندوق؟ لا يا ايمن، لا مش حاطة يا ايمن. طيب شو القصة يا جماعة؟ في صوت والسيارة ثقيلة مش راضية تتحرك. يا الله ليش هيك؟ ليش يا جماعة؟ قلنا اكثر من ربع ساعة بنلف، اطلعوا كيف رحمة خايفة. كل شوي بنسمع أصوات غريبة، كل شوي بنسمع أصوات غريبة، كل شوي بنسمع أصوات غريبة. أنا مش عارف من إيش الصوت هذا، أنا مش قادر أعرف من إيش الصوت هذا. والسيارة كثير 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 ثقيلة يا جماعة، مش قادرين نتحرك، مش قادرين نتحرك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا جماعة قلنا أكثر من ساعة بنصور وبندور ولسه ما لقينا ماشا. تخيلوا لسه ما لقينا ماشا، ورحمة كثير 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 خايفة. ايش الاصوات هاي يا رحمة؟ يا ايمن مش عارفة شو اللي قاعد يصير، انا كثير خايفة. يا الله يا جماعة شايفين اللي انا شايفه؟ شايفين اللي انا شايفه؟ يا الله استنوا استنوا استنوا، هسا راح اقرب وافرجيكم. يا الله يا الله رحمة شايفة؟ شو هذه ايمن؟ الفضائي 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 يا جماعة، خلوني انزل عليه اشوف شو قصته. بلاش خلوني انزل عليه اشوف شو قصته. شو في؟ الدب معاكم، الدب معاكم في السيارة. أي الدب؟ شو؟ الدب معاكم في السيارة. الدب معانا بالسيارة؟ نعم. وينه؟ معاكم في السيارة بالخلف. يا الله يا جماعة الدب. اترك رحمة، اترك رحمة، اترك رحمة، بحكي لك اترك رحمة، اترك رحمة، اطلع على البيت بسرعة، اطلع على البيت بسرعة 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 يا رحمة. اترك يدي. اسمع اقسم بالله اقسم بالله لا اربيك، انزل معي انزل معي انزل معي. وين الدرع؟ لن انزل. تعال معي بحكي لك، امشي. اعملوا لايك عشان يضعف، اعملوا لايك عشان يضعف، اعملوا لايك عشان يضعف، اعملوا لايك عشان يضعف يا جماعة. لا تهرب، تعال تعال
تعال يا دب يا شرير، أنا بطلت أخاف منك. يا فضائي أنت حل عنا، فضائي حل عنا. امشي امشي امشي. وين رحت بماشا؟ ما بدك تحكي؟ لا أريد أن أقول. طيب هسا بدي خليك تحكي، الكل يعمل لايك عشان يضعف. بحكي لك امشي معي، امشي معي. سوف أجعلك. بدك تخطف رحمة؟ سوف أجعلك. أقسم بالله لا أفرديك. تعال تعال معي، تعال معي، تعال معي، تعال معي. اعملوا لايك عشان يضعف الشرير، عشان يضعف. انتظروني انتظروني. تعال يا شرير، فوت 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 فوت. انت خليك هون. وين انتظرك؟ وين انتظرك؟ شو جابك معانا؟ يا الله الفضائي هذا ايش جابوا معاي؟ ايش جابوا معاي الفضائي؟ دب، لايكات المتابعين خلتك تضعف، وانا هسه راح اضعفك اكثر، راح اضعفك اكثر. شو مالك انت؟ لا شو قصتك؟ لا شيء. شو قصتك انت يا فضائي؟ لا شيء. تعال تعال يا دب، تعال تعال يا دب، تعال يا دب، تعال يا دب. راح اعمل لك سجن واخبيك فيه، والله لن اعمل لك سجن ونحطك فيه والله. وين الدرع؟ وين درع المليون؟ تعبي وينه؟ ما بدك تحكي؟ طيب بس تضعف، بس تضعف ويضعفوك المتابعين، بس يضعفوك المتابعين باللايكات راح تعرف. اعترف وين ماشا؟ انها في صندوق السيارة. يا الله ماشا بالصندوق، لازم انقذها. لقد كشفت عن وجه ماشا. شو كشفت عن وجه ماشا؟ يا الله يا جماعة معقول فعلا ماشا هون؟ ماشا بالصندوق فعلا يا جماعة؟ انا كنت اسمع صوتها هون. اه والله هيها ماشا 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 ماشا. I was ماشا for you. يا الله. I was waiting for you. أنا ما كنت عارف يا ماشا إنك هون. Thank you for helping me. يلا يلا تعالي تعالي. الحمد لله أنقذناكي. وين الدرع بتعرفي؟ لا. يا الله مش مشكلة، الحمد لله على سلامتك. تعالي معنا. ماشا حبيبتي يا ماشا، الحمد لله لقيناك يا ماشا. الحمد لله صار فيك إشي؟ No. الحمد لله انك كويس. الحمد لله الحمد لله على سلامتك. يلا تعالي يا ماشا تعالي. هي الدب فوق، انا حبسته حبسته اقسم بالله لا اربي. تعالي. فاينلي ماشا، مين اللي كشف عن وجهك زي هيك؟ ذا بير. الدب؟ يس. طب كيف بدك ننتقم منه؟ ريفيل هيز فيس. اكشف عن وجهه؟ يس. يا جماعه طالعين هسه نكشف عن وجه الدب وننتقم لماشا، لانه الدب الشرير كشف وجه ماشا وهي ما كانت بدها تكشف وجهها، فلذلك قررنا ننتقم منه ونكشف عن وجهه. Yes. اوكي؟ راح تساعديني ونكشف عن وجهه؟ Yes, I will help. بس لازم الكل يعمل لايك عشان الدب يضعف صح؟ Yes. واكتبوا في التعليقات يا رب انه يضعف الدب. يلا تعالوا نكشف عن وجهه. يلا ماشا. Yes. هي الدب جوا، تعالي. لازم نكشف عن وجهه. Yes. يلا. يلا 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 يلا. هيو 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 هيو. دب وين الدرع؟ وين الدرع؟ ما بدك تقول؟ اليوم راح نكشف عن وجهك انا وماشا. تعال يا ماشا بدنا نكشف عن وجهك. ماشا كثير قوي، كيف بدنا نكشف عن وجهه؟ شو الحل؟ ماشا بتقترح علي انه نعمل سجن للدب ونخليه لما يضعف عشان اللايكات تكثر. شو رايكم يا جماعة؟ اكتبوا لنا في التعليقات اذا بدكم نعمل سجن للدب، اكتبوا في التعليقات واعملوا لايكات، وافضل تعليق راح اثبته عندي يا جماعة. راح نصنع سجن للدب ونخليه كم يوم عشان يضعف ونكشف عن وجهه. تمام؟ راح اكشف عن وجهك قريبا ان شاء الله، والكل راح يساعدنا. لا بسيطة. واخيرا حررناك يا ماشا. Yes, thank you. العفو. يلا يا جماعة هيك وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. يلا سلام. باي باي.